وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا شيماء، اتفضلي يا حبيبتي. دكتور لو سمحت عندي سؤال بس طويل قوي، بس مش طيب. عارفه بقى لو حضرتك استاذنكم بس تعالوا لنا الصوت في الاستوديو هتفتحوا لي الاربيز. اتفضلي يا شيماء. بقول لحضرتك يا دكتور عندي سؤال بس طويل، فانا مش عارفه هطول عرضه ولا لو كده ممكن اكلم حضرتك بعد الحلقه. لا اسمعي كلام، انا قولي دلوقتي قبل ما بعد الحلقه دي. بصي تيك تيك تيك، خلينا دلوقتي. يلا انا معاكي اهو، معانا وقت ان شاء الله وهناخد نسرق منهم كمان وقت. يلا بس بسرعه. طيب ماشي. بقول لحضرتك يا دكتوره انا خالتي اتجوزت على سن 37 سنه، هي عندها 37 سنه. تمام. اتجوزت طبعا على زوجه ثانيه، يعني هي كانت زوجه ثانيه وزوجته معاها. تمام. ومعاها عيلين. بس مين اللي معاها عيلين؟ الزوجه الاولى اللي معاها طفلين وهي تمام. بس اتجوزت وكانوا الموضوع في الاول تمام، بس بعد كده حصلت مشاكل جامد قوي. هي خالته دلوقتي معاها طفل منه. تمام. بس المهم يعني ان هو في مشاكل كتير قوي بسبب اللي هي الزوجه الاولانيه. كل هو بيبقى حلو معاها قوي، بيروح عند الزوجه الاولانيه بيرجع لها بيخانق باي شكل، بيحاول يصنع مشاكل عشان يخانق بسببها. ايه تاني؟ واكتشفت فيه حاجات كتيره قوي بعد الجواز، ما بيصليش وكمان بيشرب، واول ما تيجي تفتحه في الموضوع يقول لها طب ما انت اهلك بيشربوا، تقول له انا مالي ومال اهلي، انت واخدني من بيت اهلي، شوف انت بيت اهلي نفسه ما فيهوش اي حاجه الحمد لله وكله بيصلي وانت عارف وادرى من كده، يقول لها انا ماليش مالكش دعوه، وبيشرب في البيت قدامها. والمشكله يا دكتوره كمان ان هو ملهوش كبير، يعني هو اصلا امه ليبيه وهو اصلا ما تعرفيش اصله، اللي هو ما نعرفش اي حد ليه الا اخته. تمام. فاحنا خايفين، يعني خالته دايما خايفه منه جامد، يعني ما بقتش تحس بامان خالص معاه. كل ما هي وكمان يعني هي دلوقتي خالته زعلانه وقاعده عندنا، يعني بيفتري عليها بكلامه وبيكذب عليها، ولدرجه اللي هو يعني مراته الاولانيه جالها كورونا وهي خالته ربت قاعد عياله الاثنين اللي هي اولاد مراته الاولانيه معايا. ايوه. عيال ولاد اللي هم من الزوجه الاولانيه ربتهم، وكان بيقول لها والله انا هشيل لك الجميل ده طول حياتي ومش عارف، وقعد بقى يشكر فيها جامد وبتقول لك والله كانوا 15 يوم ولا احلى 15 يوم. راح عندها اول ما رجع، اول ما هي ربنا شفاها وودى لها عيالها رجع وهو في الموبايل بيخانق معاها. طيب انت سؤالك ليا ايه يا شيماء دلوقتي؟ السؤال بقى يا دكتوره، هي دلوقتي مش عارفه تعمل ايه، هي تتطلق وتقعد تربي ابنها، ولا هي خايفه احسن بعد كده ياخد منها ابنها وبعد كده هي ما تشوفش ابنها، وما تعرفش هو ما نعرفش نصله لان هو ملهوش اهل زي ما قلت لحضرتك، وامه وابوه متوفيين، واصلا امه ليبيه، هو اصلا كان قاعد في ليبيا وبعد كده جه هنا مصر. طيب اسمعيني. حاضر اسمعيني يا شيماء، ما تقفلوش عليا، اديني فرصه. بصي، اولا هي تزوجت وقبلت من البدايه ان هي زوجه ثانيه وخلاص تزوجت وهي زوجه ثانيه. مش هنتكلم في الموضوع الاولى والثانيه دلوقتي، احنا هنتكلم دلوقتي هو بيروح عند الزوجه الاولى وبيجي مقلوب عليها. ليه؟ بتقول له انت جاي زعلان ليه؟ مش انت جاي كذا وانت جاي كذا؟ وهيقول لها لا اصل حكى الزعلان، تقول له لا كلام هناك، وانا بقول الكلام ده لكل زوج من فضلك، لما يجي زوجك يا بنت الحلال ويجي يقول مثلا لا ده الوضع الفلاني او اللي مش عارفه القصه الفلانيه او احنا مش عارفه حصل ايه، انا مالي؟ انت داخل معايا في البيت بتاعي اللي هو مثلا فلانه منى متجوز منى، ماليش دعوه بعطيات، ماليش دعوه بالحكاوي ده، حكاويها حلها كذا في بيتها، ما تجيبهوليش هنا، لا انت هنا معايا يبقى انا منى، يبقى انا منى بحالي وكذا وكذا، ده اللي هي تقوله. ده اول حاجه عشان نقطع بس كلام اللي قالوا عادت وعملت وسوت وحكاوي، يبقى قاعده معاك كانك قاعده مع الزوجه الاولى، لا انت هنا خالص، دي الجزء ده اليوم بتاعي والسويعات بتاعتي، يا ريت يبقى ليا خالصه ليا ولابنك، دوت جزء. موضوع ما بيصليش واكتشفنا والكلام ده، طبعا انا دايما بقول للبنات ايه يا جماعه، اسالوا وبيبان، يعني مهما تكلف ومهما تجمل ومهما عملوا بيبان. موضوع الصلاه ده لا ما يتسكتش عليه، موضوع الشرب والكلام ده لا، احنا مش عايزين عشان خاطر صدر ابنك كورونا ايه موته الرئتين، جاي تموت كمان في الرئتين بالشرب والنيله، لا مفيش داعي للكلام ده. ومره تنصح ومره تعمل ومره كذا لحد ما ايه ما يعرف ان هو على الاقل هي كرهه حاجه زي كده، هو لو حابب المعامله وشايفها معاملتها طيبه ومريحاه هو كمان هيريحها، ده بالحسنى وبالدعوه الحسنى له، ده جزء. جزء بقى هي تتطلق وخايفه منه، ما عدتش
حاسه بالامان وكذا وكذا وكذا. امر طبيعي ان الزوجه الاولانيه طول ما هي عارفه انه رايح للثانيه هتعمل مشكله، لان انت اللي جايه عليها، فهي حاسه انك انت سرقتي منها زوجها وانت جايه على بيتها وخربتي بيتها وكذا وكذا، هي حاسه بكده. فامر طبيعي ان دايما دايما هيبقى في مشاكل، ودايما هتبقى في حواديت وحكاوي ومش عارفه ايه. سيبك من كل اللت والحكاوي والحاجات دي، ركزي في حاجه واحده بس يا ابن الحلال. احنا 1 2 3 يرضي ربنا، 1 2 3 تعامل، هنمشي على هذا الاساس ولا ايه؟ انت بقى ليه خايفه من حته ان هو لا ياخد ابنها ومش هيعمل؟ هو هدد بكده مثلا، وهو هيستحمل مثلا ان هو يبعد من نوع الشخصيه دي مثلا، ممكن تاخد الابن بعيد عن امه والكلام ده، وليه في تخوف من حاجه زي كده؟ السؤال مش كامل، لكن خليني اقول لك لا، يعني مفيش طلاق كده، هي تتطلق ابدو وتضمن الاول، يعني انت بني حاجات على المستقبل ولا اوهام حقيقيه، ولا اوهام ومخاوف قصدي حقيقيه، ولا مخاوف لا دي وهميه؟ لو هي وهميه وظن وكذا واللي يحصل احسن ومفيش حاجه ثابته على ارض الواقع مفيش داعي، لكن لا لو عندك واقع حقيقيه وهو مش عارف راح فين ولا راح السفاره وراح يتكلم ولا عايز ياخد ابنك، اه ساعتها يبقى في قلق. لكن ليه نقدر حاجه قبل وقوعها؟ مفيش داعي. تصبر وتنصحه بالحسنى، موضوع الصلاه مره واثنين وثلاثه، موضوع الشرب تقول له لا انا بكره الحاجات دي والريحه وده، ورب الله لا يرضى، والعيل صغير ورئتين والكلام ده وصحتك. والامر الثالث موضوع زوجتك ده ما تجيبش السيره دي، احنا انت الوقت ده معايا، ما تجيبش السيره الاولى خالص تماما، وتدعي ربنا وتقعد معايا تشوف هو عايز ايه. يعني انت عايز ايه؟ عايز غم يعني؟ عايز كل ما نيجي يبقى فيه غم، ولا عايز حياه سعيده؟ مش عايز تبقى عايش حياه سعيده، بس تخاطب فيه لغه العقل ولغه القلب كده وبالراحه، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، وتدي فرصه واثنين. الا اذا وجدت بقى اجراءات زي ما قلت لك، لا راح سفاره اتكلم محامي مش عارفه بيعمل ايه كذا حاجات، عايز ياخد الولد، ساعتها يعني نبتدي نتصرف على هذا الامر. لكن بلاش اتصرف في امر هو لسه انا بتوقع السوء فيه. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال.